السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الإخبارية لهذه الليلة، نبدأها بحوصلة لأهم الأخبار. شهدت الأسواق العالمية اليوم الخميس ارتفاعا في أسعار النفط إلى أكثر من 109 دولار للبرميل، لتواصل حصد المكاسب من الجلسة السابقة، فيما تثير أسعار المحروقات مخاوف اقتصادية في عدد من دول العالم. هذا وقد أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط قبل أسبوع العمل بشكل جاد إلى رفع إنتاج ليبيا من النفط إلى أكثر من مليون برميل يوميا. قال آمر قوة دعم الدستور والانتخابات العميد محسن زويك للتناصح إنهم مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري، وفي رده على تهديد آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي باستعمال القوة لإدخال حكومة بشاغة، قال العميد زويك للتناصح إن فشل مشروع الحكومة الموازية جعلهم يهددون باستعمال القوة واقتحام العاصمة، مشددا على أن ردهم على التهديدات الأخيرة لن يكون بالكلام في وسائل الإعلام بل بالاستعمال استعدادي على الأرض. وأضاف زويك أن مشروع الحكومة الموازية بدأ منذ فشل قائمة عجيلة وبشاغة في ملتقى جنيف أمام قائمة المنفي والدبيبة. قال السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند إن الانتخابات الحرة والنزيهة هي الوسيلة الوحيدة لتشكيل حكومة وطنية تتمتع بالشرعية، وخلال لقاء جمعه بوزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، حيث حث نورلاند من سماهم جميع القادة على تجنب ما سماها الخطوات التصعيدية، مؤكدا دعمه للاتفاق على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حسب وصفه. من جهته أكد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله مدير إدارة الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية إلى جانب السفيرة والملحق العسكري البريطاني في طرابلس، أكد أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات. وأعرب مدير إدارة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية البريطانية عن ترحيب بلاده بإعادة تصدير النفط وفتح الحقول والموانئ الذي سيساهم بشكل كبير في استقرار ليبيا، موضحا أن هناك قلقا دوليا بشأن تصاعد العنف بعد الاستقرار الجيد خلال المدة الماضية، مؤكدا دعم بلاده للاستقرار في ليبيا. أكد المجلس البلدي مصراتة وأعيان المدينة أن مدينة مصراتة كباقي المدن هدفها الأساسي إجراء الانتخابات واختيار سلطة تشريعية وحكومة تنفيذية عن طريقها ودعم حكومة الوحدة الوطنية في تحقيق هذا الاستحقاق الوطني. وأكد أعيان مصراتة وعميد البلدية المكلف خلال لقائهم رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في ديوان الحكومة بالعاصمة طرابلس، أكدوا أن مدينة مصراتة ضد الاقتتال والحروب وستبذل كافة جهودها الاجتماعية في أن يكون الاستقرار عنوانا لهذه المرحلة حتى الوصول للانتخابات، مؤكدين أن المدينة لن تسمح بأي فتنة داخلها. من جانبه جدد رئيس الوزراء التزام حكومة الوحدة الوطنية بإجراء الانتخابات فور صدور القاعدة الدستورية حتى تقيم الاستحقاق الوطني المهم المناط بالحكومة. في خبرنا الأخير، اعتمد رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة ظهر الأربعاء البرنامج الوطني لجراحات القلب المفتوح، وخلال اجتماعه بوكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي وعدد من مديري المراكز الطبية، اعتمد الدبيبة البرنامج الذي يستهدف إجراء 300 عملية قلب مفتوح من خلال المراكز الطبية في بنغازي ومصراتة وزليتن ومستشفى طرابلس الجامعي والمركز الوطني لأمراض القلب، واعتبار تجربة علمية لتوطين العلاج بالداخل. وأصدر رئيس الوزراء تعليماته باعتماد المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ 4 برامج وفق الخطة المقدمة من وزارة الصحة والإعلان بشكل متكامل للمواطنين عن كيفية الاستفادة من هذه البرامج.
إذن كلام مهم ربما يكون للمندوب الليبي في مجلس الأمن عن أن مجلس الأمن عاجز وقراراته يعني لا لون لها ولا رائحة كما يقال. المجلس يتخذ ربما عقد عشرات الاجتماعات من أجل ليبيا ولم يعاقب أيا من الدول أو الجهات التي تعارض قراراته وتطبق عكسها على أرض الواقع. هذا كلام ربما يكون تحصيل حاصل ولكنه ربما لأول مرة يطرح بهذه الجرأة في مجلس الأمن. في الداخل أيضا نرى الجويلي يكشر عن أنيابه الآن ويعلنها بصراحة اليوم أنه يسعى لتمكين حكومة باشاغا الحكومة الموازية من مجلس نواب طبرق وإزاحة حكومة الوحدة الوطنية، وكان في مقابل ذلك رد من أزويك آمر قوة حماية الدستور بأنهم مستعدين لمواجهة أي تحرك عسكري. أخبار أيضا أنباء تتوارد أن الجويلي يقوم بإنشاء المستشفيات الميدانية في ورشفانة وما حولها، أيضا ربما هناك استعدادات لاحتمالية المواجهة العسكرية. النفط عاد للإنتاج والتصدير أيضا في ليبيا، ومسائل أخرى سنناقشها في هذه التغطية اليوم مع ضيوفنا الكرام مشاهدينا، فأهلا بكم بعد هذا التقرير. تلقي الحرب الروسية على أوكرانيا ظلالها على المشهد في ليبيا، حيث دفعت بالملف الليبي إلى الأولوية في السياسة الأمريكية، والتي تهدف إلى عودة ما بين 500 ألف ومليون برميل في اليوم إلى السوق بسرعة، وتوجيه ضربة استراتيجية لروسيا التي تستخدم مرتزقة الفاغنر في البلاد. الرئيس الأمريكي الذي خرج في رحلة تهدف إلى إقناع الرياض بزيادة الإنتاج لا يغض الطرف عن توقف الإنتاج الليبي للنفط، إذ يرى عدد من الخبراء أن زيادة الإنتاج السعودي لا تعني الكثير للولايات المتحدة في حال ظل النفط الليبي غير موثوق به. وفي جلسة لمجلس الأمن ناقش فيها الأعضاء تطورات الأوضاع في ليبيا واعتماد الهيكلة الجديدة للبعثة الأممية للدعم في ليبيا، دعت الولايات المتحدة إلى تنفيذ خطة تنتهي بانتخابات بما يتماشى مع خارطة الطريق التي وضعها منتدى الحوار السياسي الليبي، كما انتقدت السعي لطباعة العملة من قبل نائب المحافظ علي الحبري. من جهته انتقد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة الطاهر السني مجلس الأمن بوضوح، واصفا إياه بالعاجز وأن الإحاطات المكررة أصبحت كنشرات إخبارية مليئة فقط بعبارات القلق والإدانة والاستنكار، مضيفا أن الشعب الليبي فقد الثقة في المجلس. وتابع السني في كلمته أنه تم عقد أكثر من 172 جلسة في مجلس الأمن و23 تقريرا للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك كله دون نتيجة حسب وصفه. وأردف السني أن مجلس الأمن لم يعاقب أي دولة أو أي أفراد ممن عرقلوا أو انتهكوا قراراته، معتبرا أن الأمر كله كان وما زال مسيسا. في غضون ذلك جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة خلال استقباله مسؤولا من وزارة الخارجية البريطانية تأكيده أن الحل في ليبيا يكمن في الذهاب المباشر للانتخابات والضغط على الأطراف المعنية لإصدار القاعدة الدستورية لتتمكن الحكومة من القيام بدورها في إجراء الانتخابات. محليا قال العميد محسن الزويك آمر قوة دعم الدستور إنهم مستعدون لمواجهة أي تحرك عسكري، وإن فشل مشروع حكومة باشاغا وحفتر جعل البعض يهدد باستخدام القوة. وبين التحرك من الخارج، نعتذر مشاهدينا عن هذا الخطأ الفني. إذن تعاطي البعثة الأممية مع الملف الليبي وموقف مجلس الأمن من الأزمة الليبية، هذا سيكون محور حديثنا الأساسي في هذه التغطية. أرحب بضيوفي الكرام الدكتور عبد الحميد النعمي أستاذ العلوم السياسية جامعة طرابلس عبر استديوهاتنا من تاجوراء، مساء الخير دكتور عبد الحميد، والمحلل السياسي مروان الدرقاش عبر استديوهاتنا من مصراتة أيضا مساء الخير، والمهتم بالشأن العام فيصل معيتيق عبر استديوهاتنا من مصراتة أيضا مساء الخير ضيوفي الكرام. دكتور عبد الحميد، يعني الولايات المتحدة هل تسعى فقط إلى مصالحها فعلا كما يقال، هي تنظر إلى ليبيا فقط من خلال عدد براميل النفط التي تنتجها، أم أنها
فعلا تسعى لحماية الديمقراطية في ليبيا؟ طبعا الولايات المتحدة شأنها شأن كل الأطراف الدولية، كل طرف من الأطراف له حساباته، والمعيار الأساسي لاتخاذ القرار هو الأمن القومي وهو المصلحة الوطنية لهذه الدول. طبعا بالنسبة للولايات المتحدة ليس النفط فقط، يعني بالنسبة ما يهمها في ليبيا بالإضافة للنفط طبعا الموارد الطبيعية الأخرى، والأهم من هذا كل الموقع الجغرافي، موقع الجغرافي خاصة في ظروف مثل هذه الظروف، ظروف الأزمات والتجاذبات الدولية الكبيرة. طبعا الولايات المتحدة شأنها شأن الدول الكبرى تنظر إلى ليبيا كمحطة من المحطات وكموقع من المواقع اللي يجب أن هي تضمنه أولا بثرواته وثانيا بإمكانيته الاستراتيجية. يعني بالنسبة لليبيا الولايات المتحدة وأوروبا لا يمكن أن هم يتخلوا عنا للأطراف الأخرى اللي هي تتمثل بالدرجة الأولى في روسيا والصين. لذلك طبعا يعني الشعب الليبي ورغباته واحتياجاته وردود فعله هذه آخر اهتماماتهم. يعني بالنسبة لهم الشعب الليبي لا يمثل شيء بالنسبة لل، يعني نفس الوضع اللي كان في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. يعني الدور اللي قام به الشعب الليبي دور بسيط في مصير ليبيا. مصير ليبيا تقرر في الحرب العالمية الثانية نتيجة الحرب العالمية. والحرب العالمية طبعا حسمت بفضل الإمكانيات الضخمة للولايات المتحدة وبريطانيا والدول الكبرى. لذلك هذا هو المعيار الرئيسي اللي يبين أهمية ليبيا، ولكن موقف الشعب الليبي ورغباته وتطلعاته هذه آخر ما يمكن أن نفكر فيه الولايات المتحدة والدول الأخرى، يعني شركائها الإقليميين والدولية. طيب سيد مروان مساء الخير مرة أخرى. يعني اليوم نرى أن النفط بدأت ليبيا أو عادت ليبيا إلى السوق العالمي في إنتاج وتصدير النفط، هل يمكن أن يتوقف مرة أخرى؟ هل يمكن أن تعود هذه المساحة للعبث مرة أخرى؟ أو بمعنى آخر، هل يمكن أن تسمح الولايات المتحدة بعد أن يعني فرضت هذا إعادة الإنتاج، هل ربما تغض الطرف عن إعادة العبث به مرة أخرى؟ سيد مروان هل تسمعني؟ هناك يبدو مشكلة في وصول الصوت للسيد مروان. دكتور عبد الحميد أو السيد فيصل، هل يسمعني السيد فيصل معتيق؟ سيد فيصل، هل يمكن أن تغض الولايات المتحدة الطرف عن عودة العبث بإنتاج وتصدير النفط الليبي؟ لا، بالتأكيد الولايات المتحدة مهتمة بهذا الموضوع، وهي اللي لعبت دور رئيسي في هذا الشأن ب يعني ضغوطات معينة، بتحريك عملائها في المنطقة والخليج، ومعروفة الإمارات، وهي اللي لعبت دور في رجوع إنتاج النفط يعني وتصديره. والأزمة طبعا هي مهتمة بها، الأزمة في أوروبا أزمة الطاقة مهتمة بها جدا الولايات المتحدة، هي اللي بصراحة تقود الحرب ضد روسيا، ولذلك هي لن تسمح يعني، وعندها وسائلها وعندها سبلها يعني في هذا الأمر، فلن تسمح أن يتوقف النفط من جديد. ولكن المعطيات على أرض الواقع قد تحدث يعني مشاكل خارجة عن الـ يعني الإطار المتوقع يعني، فهذا تفاجأ يعني ربما أحداث معينة
تفاجئنا تصرفات ردة فعل من روسيا، تصرف دخولنا في حرب جديدة، في هذه قد تعرقل إنتاج النفط. ولكن في هذه الظروف، في هذه الوضعية، بالتأكيد الولايات المتحدة يعني حريصة أن يستمر إنتاج النفط وتصديره من ليبيا، بل بالعكس يعني هي تسعى أن يزداد الإنتاج يعني، ونصل إلى أرقام أكبر حتى من 1.5 يعني 1.5 مليون أو أكثر يعني على الأقل. فهذا أمر يهمها وأمر يساهم في مساعدة أوروبا في تخطي أزمة الطاقة اللي هي تعتمد على روسيا في الأساس. وهذا موضوع يعني أصبح يعني مجازفة لهم أن يستمروا في الاعتماد على روسيا يعني. نعم سيد مروان، هل تسمعني الآن جيدا؟ نعم أسمع بشكل. مساء الخير مرة أخرى. اليوم مجلس الأمن مدد ولاية البعثة لمرحلة أخرى، يعني ما الذي سنشهده من تغير في عمل هذه البعثة بالنسبة للأزمة الليبية؟ هل ستساهم في حل الأزمة وحل الانسداد السياسي الحاصل؟ لا أعتقد بأن حل الأزمة السياسية في ليبيا ستكون يعني كنتيجة لتجديد ولاية البعثة في ليبيا. أعتقد بأن الآن حوالي يعني أكثر من 11 سنة والبعثة تعمل في ليبيا، منها حوالي 9 سنوات وهي تحاول أن تجد حل للإشكال السياسي أو الانقسام السياسي الذي حصل في ليبيا منذ سنة 2014 وحتى هذه الأيام. ولكن البعثة يعني تنتقل للأسف من فشل إلى فشل. بدأت بموضوع الصخرات، فشل موضوع الصخرات، انتهت حكومة الوفاق الوطني، انطلقت محادثات جنيف، تمخض عنها حكومة ومجلس رئاسي جديد، ولكن أيضا فشلت البعثة في أن تجعل كل الأطراف السياسية التي وقعت على الاتفاقيات السابقة تلتزم بتعهداتها التي قامت بالتوقيع عليها. إذن دور البعثة لازال يعني دور يراعي مصالح الدول الكبرى أو الدول الأعضاء في مجلس الأمن. اجتماعات مجلس الأمن زادت الآن عن 170 اجتماع لدراسة القضية الليبية، ولكن حتى هذه اللحظة يعني لم تنتج هذه الاجتماعات أي جديد أو لم تقدم أي مبادرة يمكن أن يعني تدعم استقرار ليبيا وبناء نظام ديمقراطي في ليبيا، والبعد عن الفوضى وعن عدم الاستقرار الذي يسود هذه المرحلة. لذلك ستبقى القضية الليبية رهن عواصف التغيرات الدولية والمشهد الدولي، أيضا هي رهن مصالح قوة غربية تتحكم في المشهد الليبي وتحاول أن تستفيد من الأزمة الليبية لدعم مصالحها. الصراع الروسي الأوروبي أو الصراع الروسي الأمريكي اليوم في أوكرانيا يلقي بظلالها على ليبيا بلا شك. موضوع الطاقة وحاجة أوروبا إلى الطاقة، موضوع أيضا وجود قوات فاغنر المسيطرة على أغلب الحقول النفطية. يعني عندما تحدثتم أنتم عن مسألة إقفال النفط وهل من صالح الولايات المتحدة الأمريكية هذا الإقفال أو من غير صالح، أعتقد بأن حتى الولايات المتحدة الأمريكية الآن يعني تجد صعوبة في التحكم في مسألة غلق وفتح النفط، لأن يبدو أن حتى حفتر نفسه الذي كان يغلق النفط في السابق لم يعد بإمكانه التحكم في هذه العملية، وأن ميليشيات الفاغنر موجودة في هذه الحقول أيضا لها كلمتها ولها مصالحها ومرتبطة بروسيا، والتي تريد أو لا تريد لليبيا أن تكون يعني ملاذ أخير لأوروبا لمواجهة الضغوطات الروسية في مجال الطاقة. إذن تجاذبات الدولية في هذا الشأن ستلقي بضررها على المشهد الليبي سواء كان في مجال النفط أو المجال السياسي أو أي مجالات أخرى أمنية أو جغرافية. نعم دكتور عبد الحميد،
يعني كيف تابعتم كلمة مندوب ليبيا في مجلس الأمن؟ والله أنا يعني ملاحظ أن يعني الإعلام الليبي أعطيها أكثر من حقها في من أكثر من أهميتها، لأن الكلمة طبعا كلمة دبلوماسية وكلمة يعني تم تحريرها بلباقة. الرجل يخاطب في الرأي العام الليبي ويحاول أن هو ما يستعدي حد، ما يحاول أن هو ما يستفز حد من الأطراف الليبية، ولكن ما لهاش علاقة بما يحدث في ليبيا. يعني ما الحلول لا تنتج عن الكلمات اللي تلقى في مجلس الأمن، الحلول ما تخرجش من الاجتماعات، الخروج يعني تنتج عن التحولات الواقعية اللي تحدث على الأرض. طبعا الكلمات اللي تلقى عادة يعني خاصة بالنسبة لليبيا والوفود الليبية كلها يعني هي تعبر عن صاحبها نتيجة حالة شخصية، يعني هو يقدرها شخصيا. فالكلمة لا هي تعبر عن وزارة الخارجية ولا هي تعبر عن الحكومة الليبية ولا هي تعبر عن الدولة الليبية. كنا طيب دعنا نتحدث دكتور يغني عن جلسة مجلس الأمن بشكل عام. يعني لا وزارة الخارجية، نعم، لا ما لهاش علاقة. طبعا الأعضاء مجلس الأمن كلهم لديهم قراراتهم جاهزة وموقفهم جاهز، ومش جايين باش بيستمعوا لمندوب ليبيا زي ما شفنا زمان في كل الاجتماعات. يعني لو تتذكر القرار اللي هو التدخل في ليبيا في 2011، شفنا أن زمان مش نسمع وزير خارجية في ذلك الوقت، ما يحضرنيش اسمها، يعني في البداية كان أنه هو قدام مجلس الأمن قدام القاعة كان يتكلم أن ليبيا ترفض التدخل العسكري ونحن نرفض التدخل العسكري، وبعدين لما خش لمجلس الأمن لقي فيه يعني مسودة جاهزة وناقشوها أعضاء مجلس الأمن وهو آخر من يعلم. يعني كانت المسودة المطروحة ربما المسودة رقم 5 أو رقم 6، ولما شاف أعضاء مجلس الأمن جاهزين وعلى وشك أنهم يتخذوا قرار غير الموجة وبدأ يتكلم أنقذوا ليبيا وليبيا ومجلس الأمن، والناس تعتقد أن الكلمة متاعها هي اللي خلت مجلس الأمن يتدخل في ليبيا. أعضاء مجلس الأمن كانوا يناقشوا في الموقف اللي بيتخذوه في ليبيا من أسابيع، وصلوا للمسودة 5 أو 6 وهي اللي داروا بشانها قرار. إذن الموقف المندوب الليبي هذا لا يزيد لنقص سواء في السابق أو في الحالي. هم مش جايين بيستمعوا لكلمة المندوب الليبي باش بيتخذوا قرار، هم مش هم اللي بيتخذوا قرار، الأعضاء اللي في مجلس الأمن هم جايبين القرار، جايبين القرار اللي اتخذته وزارة الخارجية متاعهم ليذيعوا اللي فقط. هي تمثل الحكومة. احنا هذا كله ما عندناش، وزارة الخارجية ما عندهاش رؤية خاصة بها، والحكومة ما عندهاش رؤية خاصة بها، والدولة الليبية ما عندهاش رؤية موحدة فيما يتعلق بما يجب أن يكون. ولذلك كل حد يتكلم على 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 مزاجه، كل حد يتكلم زي ما يخطر له. يعني ما فيش إمكانية أن نربط الأحداث ببعضها، ما فيش إمكانية أن احنا نربط مثلا الكلمة امتعة السيد السني بموقف وزارة الخارجية، لأن وزارة الخارجية ما عندهاش موقف، وما فيش إمكانية أن احنا نربط الكلام امتعة وزارة الخارجية بكلام الحكومة لأن الحكومة ما عندهاش مشروع، وما فيش إمكانية أن احنا نربط كلام الحكومة بالموقف الدولة الليبية ككل لأن الحكومة متمثلش الدولة الليبية ككل نتيجة التجاذبات والانقسامات اللي شايفينها الآن في ليبيا. ولذلك يعني ما يحدث في ليبيا هذا شيء يعني فريد من نوعه، يعني وجود حكومة بدون وجود حكومة ووجود دولة بدون وجود دولة. ولذلك ما نعطيش قيمة لكلمة ألقاها السيد طاهر السني، طبعا رجل طيب ورجل محترم وكلمة طيبة ومهدبة يراعي فيها شعور الليبيين وما حاول أنه هو ما يستفز حد وما يوجه حد، وقال الكلام كله طيب، ولكن لا يسمن ولا يغني من جوع بالنسبة لنا احنا. اللي همنا
الإجراءات العملية، اللي همنا النتائج الحقيقية على الأرض، اللي همنا ما يمكن نستفيد منه في حلحلة الموقف في ليبيا. هذا كله لا يمكن نستفيد منه، يعني ما يحدث في مناقشات مجلس الأمن هذا يعني تحصيل حاصل، هذا نتيجة لوضع الدول الأعضاء فيه. طبعا كل يعني المندوبون يناقشون قرارات اتخذت، الموقف ما يتبلولش في مجلس الأمن. نعم، قرارات اتخذت وهم يتداولونها فقط أو يضيعونها. الموقف يعني لا يتبلور في مجلس الأمن. نعم سيد فيصل، كيف تابعتم تصريحات جويلي؟ أنا آسف دكتور عبد الحميد لأن هناك ديلي في الصوت فنقاطع بعضنا. تصريحات الجويلي وكيف تفسرونها؟ وأين موقف البعثة من خفض هذا التصعيد الذي يقوم به جويلي وغيره من الأطراف؟ معلش أستاذ ناصر، الدكتور عبد الحميد يعني بصراحة مندوب ليبيا كان جيد في كلمته وحط النقاط على الحروف، وهذا أمر يعني هذا واجبة، هو هذا واجبة. وإن كان زي ما قال الدكتور عبد الحميد يعني القرارات تصنع بطريقة ثانية وأن التوازنات، ولكن هذا واجبة، والعملية تختلف على الموقف المجتمع الدولي في ثورة فبراير عن موقف المجتمع الدولي في هذه الفترة. وإن كان هو يعني يمتلك زمام الأمور وهو المتحكم الرئيسي في المشهد قبل والآن، ولكن الأدوار تختلف وطبيعة المشكلة تختلف عموما. ولكن تصريحات جويلي البارح كانت بصراحة سيئة جدا، ومواقف تعبر عن غياب الحكمة اللي كان يتصف بها جويلي. وأنا أعتقد هو ما كانش يعني يمتلك الحكمة، ولكن كانت الظروف يعني سابقة أجبرته أن يكون خطابه بتلك اللهجة أو بتلك المعاني. ويعني الرجل كان يخرج علينا ويقول إحنا يكفينا الدماء، ويدعو إلى السلام، ويدعو إلى وحدة الوطن، ويدعو إلى عدم التقاتل وعدم التحارب. وحاليا يعني بصراحة يتخذ موقف ينقل الحرب إلى المنطقة الغربية، ينقل الحرب إلى شوارعنا، إلى داخل مدننا، إلى يعني على داخل مناطقنا. هذا أمر يعني غريب، يعني أمر غريب، وهذه مواقف يعني بصراحة تعبر عن أنانية كبيرة، وتعبر عن استهتار بأمن وسلامة أهلنا في المنطقة الغربية. مش معقول يعني احنا كيف سنرضى بهذا الامر؟ يعني لازم يفهم هو وفتحي بشاغه ان احنا شركاء في ثوره 17 فبراير، واحنا شركاء في الوطن، شركاء في المنطقه الغربيه، نحن هذه يعني منطقتنا، وهذا سكننا، وهذه مدننا، وهذه قرانا، ولا يمكن يعني بصراحه نرضى ان انت تنقل المعركه. يعني انت بتسعى ان تتوحد ليبيا، ان تتوحد الشرق والغرب والجنوب، يعني تنقل المعركة إلى داخل مناطقنا. هذا أمر بصراحة عجيب يعني وغريب، يعني قبل لا حتى يعني ينطلق في هذا المشروع. هم شركاء طبعا في المشروع، هم انهزموا في اللجنة 75، وهم طبعا حلفاء في تلك الفترة. والحدث اللي هم توا يسعوا ليه هو انقلاب بصراحة بكل أبعاده يعني وبكل معانيه. هو انقلاب مجموعة فشلت في انتخابات في اللجنة 75، يعني انقلبت عندها أدواتها عند البرلمان ورئيس البرلمان، وليس كل البرلمان، ولكن عندها رئيس البرلمان يستطيع أن يعني يمرر هذه الأمور وهذه الكوارث. وهو كثير من الأمور والكوارث جرها على البلاد، وهذه واحدة منهم يعني، وهذه تكون يعني بصراحة كارثة لم تمر بها البلاد. أسامة جويلي كان خطابه سيء، وكان فيه تهديد، وللأسف هو مواقفه هي بصراحة ونخاطب التوار يعني الكتائب اللي اجتمعت معه وستجتمع معه، يعني ولا بد أن يسألوه على القوات اللي كانت تتحارب فينا في هجومهم على العاصمة. أين ذهبت هذه القوات، تلك القوات من الزنتان ومن الرجبان ومن تلك المناطق، أين ذهبت عندما انهزموا؟ إلى حد الآن إحنا ما نعرفش أين ذهبت تلك القوات وأين أسلحتها.
كانت أسلحتها كثيرة وعتادها كثير وكانت عندها قوة كبيرة وانهزمت، ولكن هذه القوة يعني غطى عليها جويلي، وأنا أتهم من هذا المنبر يعني قام بالتغطية عليها وقام بي 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 باستيعابها بطريقة أو بأخرى، باقي القوات وباقي المناطق لا تعلم على طبيعة هذا الحدث وكيف تم الأمر، وهو عطل حتى تحرير الوطية، عطلها يعني عدة مرات، يعني جويلي عطلها وحررت الوطية رغما عن أنفه يعني وليست بإرادته، وهذه أمور يعني تستطيع أن تدقوا فيها، ولنقول للكتائب اللي ستجتمع معاه لابد أن يسألوا هذه الأسئلة، أين ذهبت تلك القوات التي كانت تحاربنا في هجومهم على العاصمة؟ عندما انهزمت أين ذهبت تلك القوات؟ ولا نعم. بد ان سيد نلقى الاجابه لهذا الامر، ولا بد ان يقولوا له احنا شركاء أكون. نعم سيد مروان، ولا يمكن ان نسمح اريد بهذا ان التصفيق. اتابع في موضوع اهتمام الولايات المتحده بالملف الليبي، انت كنت تتحدث عن ان الولايات المتحده تعاني صعوبه في الاهتمام بالمنطقه النفطيه في ليبيا، وقلت ان الفاغنر ربما لهم القرار في حقول النفط. طيب نحن نتساءل الآن كيف تسارعت الخطوات على واقع خطوات بايدن في المنطقة عندما جاء تسارعت الأحداث وأزيل مصطفى صنع الله وجيء بالبديل واستؤنف فورا اتخذ قرار استئناف إنتاج النفط، كيف حدث ذلك إذن؟ يعني الموقف الدولي دائما تميز منذ توقيع على اتفاق الصخيرات حتى اليوم تميز بعدم الحسم مع الأطراف المعرقلة والغير ملتزمة بتعهداتها حسب ما وقعت عليه في الاتفاقيات السابقة. يعني موقف المجتمع الدولي دائما كان موقف متماهي مع المعرقل وغير يعني قائم بواجباته. يعني اتفاق الصخيرات تم تحت رعاية دولية، وهناك قرارات من مجلس الأمن تهدد كل من يعرقل الاتفاق أو يتعامل مع المؤسسات الموازية بالعقوبات وغيرها من هذه الأمور، ولكن لم نشاهد في الحقيقة المجتمع الدولي يعني يفرض هذه العقوبات على الأطراف المعرقلة والأطراف غير الملتزمة بتعهداتها. كل هذه الأمور جعلت الفوضى تستمر في ليبيا، الوصول إلى حل أصبح بعيد المنال، تكرر ذلك في اتفاق جنيف أيضا. يعني بالرغم من أن اتفاق جنيف كان قفز على اتفاق الصخيرات، يعني تم الإطاحة بالسراج لأنه لم يكن متوافق مع حفتر أو وصل في النهاية إلى طريق مسدود هو حفتر، خاصة عندما استدعى قوات التركية وأصبح شخصية غير مرغوبة فيها من الطرف الآخر، تم الإطاحة بالسراج وانتقلنا إلى محادثات جديدة يعني وكأن اتفاق الصخيرات لم يكن، ونتج عنه اتفاق جديد اتفاق جنيف، دخل كل الأطراف دخلت إلى عملية سياسية وهي انتخابات داخل حوار جنيف، نتج عنه مجلس رئاسي وحكومة. كان ينبغي على المجتمع الدولي أن يفرض ضغوطات على كل الأطراف بأنها ترضى بنتائج الانتخابات التي جرت في جنيف، ولكن شاهدنا الآن أن القائمة الخاسرة في انتخابات جنيف وهي قائمة عقيلة صالح فتحي باشاغا، يعني هذه القائمة تركت تعهداتها بالالتزام بالسلطة التنفيذية الجديدة وقامت بتشكيل سلطة تنفيذية أخرى بعيدا عن اتفاق جنيف بدعوى أن يعني المدة انتهت، مدة حكومة الوحدة الوطنية فقط اللي انتهت لكن المدة الأخرى لم تنتهي، يعني عجب عجاب الذين الكلام الذي يقال. يعني إذن عدم التزام الأطراف الليبية بالتعهدات التي وقعت عليها وعدم ممارسة المجتمع الدولي ضغوطات على هذه الأطراف لكي تلتزم بما قامت بالتعهد به هو ما يجعل الوصول إلى حل سياسي في ليبيا بعيد المنال، وهذا سيؤدي إلى استمرار فوضى وعدم الاستقرار وعدم الوصول إلى توحيد كامل لمؤسسات الدولة الليبية. نشاهد حتى في الأزمة الأخيرة بعد بروز حكومة باشاغا، يعني المجتمع الدولي لا اعترف بها
ولا أكد على أن مثلا حكومة الوحدة الوطنية هي الممثل الوحيد لليبيا. قعد يتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية وفي نفس الوقت لم يصرح بشكل يعني قاطع بأنها هي الحكومة الوحيدة الممثلة لليبيين، بل أن السفير الأمريكي قال أنه لا مانع من وجود حكومتين في ليبيا وتجري الانتخابات في ظل هذه الحكومتين، وكل حكومة تجري انتخابات في مناطقها. يعني منتهى التماهي مع الطرف المعرقل، منتهى التساهل مع الطرف الغير ملتزم بتعهداته. هذا الأمر هو ما جعل المشهد الليبي ينتقل من فوضى إلى فوضى، من عدم استقرار إلى عدم استقرار، عدم حسم الموقف الدولي. وهذا يعني بالتأكيد نتيجة أن الدول المتحكمة في المشهد هي تراعي مصالحها في المقام الأول، ولا تراعي مصلحة الشعب الليبي، ولا تراعي أولوية الاستقرار وبناء المؤسسات في ليبيا. نعم نعم. دكتور عبد الحميد، أيضا تصريحات الجويلي لاقت ردا من العميد محسن الزويك، وقال أنهم جاهزون للتصدي لأي تحرك عسكري. هناك أنباء فعلا تواردت قبل قليل عن أن الجويلي ينشئ أيضا مستشفيات ميدانية في ورشفانة وفي بعض المناطق القريبة من انتشار قواته. أولا، أين موقف البعثة والأمم المتحدة التي يهمها كما تقول الاستقرار في ليبيا؟ ثانيا، ماذا يمكن أن نتوقع من هذه التصريحات والرد عليها؟ هو للأسف الشديد يعني هذه التصريحات كلها يعني في غير محلها. يعني لاحظ أن هو لا أحد من الأطراف الليبية للآن لاحظ فيهم على يقودون المشهد يقدر موقعه الحقيقي على الساحة. يعني كل واحد يعني ينظر لنفسه أن هو المحرك الرئيسي أو المحرك الأساسي، وأن هو اللي يلعب في الدور الرئيسي في المشهد. وفي الواقع يعني كلهم أطراف يكاد يكونون يعني متساويين في القوة، يعني وكلهم يعني غير قادرين على الحسم، لا أحد منهم قادر على الحسم. ولكن هذه التحركات أنا نرى أن هي لمجرد خلينا نقول تعديل واضح من التفاوضي، ما بيش نقول الابتزاز ولا الاستغلال الموقف، ولكن كل واحد منهم يحاول أن هو يحسن من وضعه التفاوضي للحصول على أكبر كمية من المنافع والامتيازات. ولكن لا أحد منهم يدرك أن هو مجرد حلقة من الحلقات العديدة للمشهد الليبي. نعم. يعني لا أحد منهم يدرك حقيقة التحولات الدولية والإقليمية اللي هي تعتبر المحدد الأساسي لتطور الوضع في ليبيا. المحدد الأساسي هو الأوضاع الدولية، المحدد الأساسي للمشهد الليبي الآن هو تطور الوضع الدولي، والأطراف الدولية هي من ترسم خارطة المشهد الليبي. والأطراف الليبية يجب أن هي تحاول أن تتحصل على أكبر قدر من المنافع بالنسبة لليبيا، وليست المنافع الشخصية والمصالح الضيقة لمدينة أو لإقليم أو لكتيبة أو لميليشيا. هذه كلها نظرة ضيقة ونظرة قصيرة المدى، وأنا متوقع أنه لا أحد سيستفيد من هذا الأسلوب وهذه الطريقة. لكن ممكن أن نستفيد كنا إذا كان إحنا فعلا نسقنا مواقفنا وحددنا ما يمكن أن نقوم به، ولذلك يمكن أن نكون نوحد رؤيتنا ويكون عندنا مشروع مشترك نستغل الوضع الدولي ونستغل الوضع الإقليمي لتحقيق مكاسب بالنسبة لليبيا ككل. وليبيا يمكن أن تخرج يعني منتصرة ومستفيدة من هذه الاختناقات الدولية وهذه التجاذبات الدولية. ولكن إذا كان إحنا بدينا نفكر بمنطق يعني ميليشياوي أو بمنطق زعامات أو قبائل أو مدن، معناها إحنا حنضيع هذه الفرصة وحنخدم الأطراف الإقليمية والدولية، حنلغي دورنا إحنا كدور محلي ودور وطني، حنعزز رؤيتهم اللي تحدثت عليها في بداية الحلقة أن هم مش شايفين
أن فيه شعب ليبي، ومش شايفين أن فيه أطراف محلية عندها رؤية وعندها مشروع يمكن أن تكون مؤثرة على المشهد. إحنا نخدم في المشروع الدولي الآن، لأن إحنا نلغي في دورنا كقوى وطنية. لما إحنا نفكر بمنطق ميليشيوي أو منطق قبلي أو منطق جهوي، معناها هذا هو اللي يبوه، هذا اللي يبوه الغرب. معناها إحنا ما كوناش قوة ضاغطة ومحور ضاغط مؤثر على الأطراف الدولية. ما دام إحنا بدل ما يكون عندنا طرف واحد قوي ومشروع واحد نتكلم باسمه، أصبح عندنا 10 مشاريع وعشرة مشاريع متناقضة. هذا يخدم الأطراف الدولية، وهذا يلغي دورنا إحنا كأطراف ليبية في المشهد تماما. ولذلك ما يقوم به الجويل وما يقوم به غيره، يعني أنا أساوي ما بينهم جميعا، كلهم يحاولون أن يحققوا مصالح جهوية ومصالح إقليمية ومصالح شخصية، مش غير الجويلي بس، يعني كلهم ما يفكروش من منظور المصلحة الوطنية، ولذلك كلهم حيطلعوا خاسرين في نهاية المطاف. يعني معناها الأطراف الدولية هي اللي ترسم وهي اللي تفرض علينا احنا ما نلبسه، هي اللي تضع الخريطة وهي اللي حتفرض علينا موقعنا اللي يجب أن نكون فيه. واللي يرفض أن يكون في الموقع اللي حطوه فيه يمكن تحييده ويمكن إزالته من المشهد. لذلك يعني أنا نتمنى أن كل واحد يقرأ المشهد الدولي والإقليمي قراءة صحيحة، وكل واحد يحط نفسه في الموقع الصحيح قبل ما يجوا يحولوه ولا ينت عليه ولا يضربوه ولا يفرض عليه عقوبات. لازم كل واحد يشوف حقيقة وضعه شنو هو، ويجب أن نحطه مصلحة البلد قبل كل شيء. حتى ولو إحنا كل واحد مننا قدم تضحيات فحنطلعوا كسبانين في نهاية المطاف، لكن إذا كان كل واحد حط أمامه مصلحته هو الشخصية ومصلحة مدينته ومصلحة الكتيبة بتاعه، معناه هو أول الخاسرين، هو أول من حيخرج من المشهد ومش حيحقق شيء، وبالتالي ليبيا ستكون أيضا هي الخاسر الأكبر. ليبيا ستخسر لغياب مشروع وطني، لغياب موقف موحد لهذه القوى الفاعلة. لذلك يعني أنا ننصح أن هو لا يجب التمادي في هذا الاتجاه، لا يجب التمادي في منطق المزايدات والتهديدات وردود الأفعال اللي هي الغير محسوبة. لا يجب المزايدة باستعراض القوة وتهديد الآخرين ومحاولة الحصول على مكاسب شخصية أو جهوية. يجب أن نضع نصب عيوننا الأمن القومي الليبي، وما يمكن أن نخرج به من هذه التجاذبات الإقليمية والدولية. كيف يمكن نستغل هذا الظرف الدولي؟ ما نستغلهاش لمصلحة مدينة أو لمصلحة ميليشيا، يجب أن نستغلها لمصلحة ليبيا. اجتماع تحدث عنه للجويلي أيضا في تصريحاته. سيد فيصل، أنت وجهت رسالة قبل قليل لهذا الاجتماع أو سؤال، أن لابد أن هذه الكتائب تسأل الجويلي ماذا حصل في القوات وكذا كذا. الآن ماذا تتأمل كنتائج من هذا الاجتماع؟ إيه، زي ما قال الأستاذ عبد الحميد، يعني بصراحة غياب المشروع الوطني وغياب الوطنية عندنا احنا الليبيين وتجربتنا البسيطة في موضوع ممارسة السياسة، ويعني هذا الأمر هو اللي أدى بنا إلى هذا الوضع الخطير وهذه الفرقة وهذه الصراعات، وبالإضافة إلى كثير من الأسباب والعوامل اللي تحاول يعني الإيقاع بالثورات العربية. وإحنا شاهدنا ما حدث في مصر وما حدث في تونس، ما يحدث في تونس هذه الأيام، يعني هو ضرب للديمقراطية وضرب للدولة المدنية في دولنا. وهذه يعني بصراحة الغرب رغم أن أعان هذه الشعوب يعني على التخلص من الدكتاتوريات السابقة، ولكن لم يعينها على بناء دولة على أسس ديمقراطية صحيحة وعلى أسس أنظمة مدنية صحيحة. أخي العزيز، يعني في هذا الأمر يعني الملام الأكبر هم ثوار 17 فبراير، هم حاملي السلاح، رغم أنهم ضحوا بالكثير وعملوا الشيء العظيم. يعني وثورة 17 فبراير يعني ثورة بمعنى الكلمة،
يعني وثورة مجيدة وثورة تخلد في التاريخ، ولكن وللأسف هم أضاعوها وأضاعوا مكاسبها ودخلوا في هذه الصراعات. يعني خلاص احنا قاب قوسين أودنا أن نقضي عليها ثورة 17 فبراير يعني وننتكس إلى الدكتاتورية من جديد. هذا الأمر يجب أن يعرفه يعني هذا الإخوة الحاملي السلاح اللي هم في الكتائب اليوم يعرفوا أن واجبهم كبير وأن دورهم كبير وأنهم يجب أن يكونوا في مستوى المسؤولية وفي مستوى هذا الحدث. يعني الحدث خطير، احنا نواجه مشروع يعني أصبح داخل مدننا بدل ما كان يعني يحاول أن يدخل طرابلس وبقى على أسوار طرابلس، ولكن حاليا داخل المدن داخل المؤسسات داخل كل المناطق اللي احنا فيها. مش معقول يعني يرضوا بهذا الأمر، يرضوا بأن الحرب يعني تكون على رؤوس أهلهم والمستضعفين والناس اللي لا يمكن أن يرضوا بهذا الأمر، ولا بد أن يخاطبوا جويلي وبشاغة وغيره من اللي هم ماشيين في ركب هذا المشروع أن هي شركاء في ثورة 17 فبراير، أنهم هم شركاء مثلهم مثل جويلي ومثل فتحي بشاغة، وهم لا يسمحوا لهم أن يجروهم إلى هذا المأزق وإلى هذا المنحدر وإلى هذه الكارثة. ستكون كارثة بمعنى الكلمة لو احنا ندخل في حرب يعني بين الكتائب في مدننا وشوارعنا. نعم. ستكون كارثة حقيقية وستقضي على الدولة المدنية وستقضي على ليبيا، وهذا الأمر أنا بصراحة نشدهم يجب أن لا يسمحوا بهذا الأمر، ويجب أن يتمسكوا بموضوع الاستقرار وموضوع المحافظة على الهدنة، حتى ممكن أن احنا بعدين ننتقل إلى خارج المنطقة الغربية. نعم. ونحاول أن نوجد هدنة. اسمح لي في نصف دقيقة بقية أن أتوجه إلى السيد مروان يعني أيضا بالسؤال التوحد من جديد عن توقعاته من هذه التصريحات. سيد مروان، الجويلي يصرح وزويك يرد عليه أيضا، وأنت تتابع التحركات العسكرية منذ أسبوع أو أكثر، ماذا تتوقع في نصف دقيقة بقية لو سمحت؟ هل هي للتفاوض أم هو فعلا تصعيد عسكري على الأرض؟ الغريب أن هذه التصريحات تأتي من قادة عسكريين من المفترض أنهم يعني يتبعون لرئاسة الأركان العامة ويتبعون للقائد الأعلى وهو المجلس الرئاسي، في غياب تام لهذه المستويات العليا من القيادة في الجيش الليبي. معروف للجميع بأن مثل هذه التصريحات هي مخالفة للقانون العسكري الليبي ومجرمة أيضا، ومن المفترض أن يعاقب كل قائد عسكري يدلي بتصريحات سياسية أو يقف إلى جانب طرف سياسي معين. شاهدنا كيف يعني كان هناك إيقاف للناطق باسم الجيش الليبي العميد أو اللواء جنونو محمد جنونو عندما صرح تصريحات اعتبرت سياسية، كيف أن المجلس الرئاسي قام بإيقافه عند ذلك. أيضا هذه التصريحات تدل على إفلاس صاحبها، يعني عند التهديد أو التلويح بالقوة دليل على أن هذا الرجل لا يملك القوة فعلا لدعم مشروعه، وإنما يحاول أن يقول للآخرين أنني بإمكاني أن أدمر العاصمة، كان ما تبوش تدمروا العاصمة أسمحوا البشاغة أن يشتغل، وكأنه يقول بالمنطق الليبي الدارج يا نلعب يا نفسد، يعني يا تخلوني يدخل رئيس حكومتي إلى العاصمة ويخدم كيف ما يخدم دبيبة، يا كل المشاريع اللي قام بها دبيبة في جنوب طرابلس سوف يتم تدميرها وتحول طرابلس إلى دمار. يعني لعبة التصريحات هي محاولة للضغط السياسي وليست يعني حقيقية. نعم. أنا شكرا لك سيد مروان. أنا أمامي فعلا تعليقا على كلامك، المادة 84 من الدستور الليبي من العقوبات العسكرية في الدستور الليبي أن التدخل في الأمور السياسية يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات كل من عقد اجتماع سياسي أو اشترك فيه أو انتمى إلى هيئة سياسية أو اشترك في المظاهرات والاضطرابات أو في حملات انتخابات أو كتب مقالا سياسيا باسم صريح أو مستعار أو ألقى خطبة سياسية أو حرض على ذلك. هذا حتى يعلم الشعب أن هؤلاء القادة العسكريين هناك منهم من يلعب خارج أو من يلعب يستغل مهنته أو منصبه أو الجيش الليبي. في نهاية هذه التغطية أشكركم الشكر الجزيل.
الأستاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس الدكتور عبد الحميد النعمي، كنت معنا عبر استديوهاتنا من تاجوراء، شكرا جزيلا لك. والمحلل السياسي مروان الدرقاش عبر استديوهاتنا من مصراتة، أيضا شكرا لك. وشكرا أيضا للسيد فيصل معتيق المهتم بالشأن العام عبر استديوهاتنا من مصراتة، وشكرا لكم مشاهدينا على هذه المتابعة الطيبة. إلى اللقاء.